أهلا بحضرتكم. إلى تفاصيل العناوين، دكتور مصطفى مدبولي حضر في أفريقيا اجتماع القمة الأفريقية اللي المفترض مصر هتتسلم منه رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019. على هامش هذه القمة اجتمع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الحكومة الأثيوبية أبو أحمد. قال لدكتور مدبولي انه احنا حريصين على ان يعني نستأنف المفاوضات حول سد النهضة. يمكن الصورة دي بتمثل اجتماع الوافدين، الوافد المصري والأثيوبي، وفي رسالة معينة أخذها الرئيس الحكومة لينقلها إلى الجانب الأثيوبي. الرسالة بتأكد حرص البلدين على أو القاهرة وأديس أبابا على استئناف المباحثات حول سد النهضة. ومدبولي قال إنه هم اتفقوا الجانبين المصري والأثيوبي إنه خلال الأسبوعين القادمين هيستأنفوا اجتماعات اللجان الفنية لبحث مدى الأضرار اللي هتقع على مصر إذا تم اكتمال السد. خدوا بالكم، أديس أبابا عملت حوالي 60% من السد، ويعني أوقفت البناء إلى أن يتم الاتفاق مع مصر. أسوأ الظروف بتقول إنه إذا أسيوسها والكاد تمت ال 40% دول، مصر هتخسر 25% حصتها أساسا ناقصة، واللي كان فيها كلام ان احنا عايزين نزودها باعتبار طيب.